هلا هذا الفيديو رح يكون هيك فيديو منفصل عن الفكرة. أنا شارح على الكورس الأساسي، كورس جديد يعني إذا كنت عم تحضره فأنت فهمان هي الفكرة، ولكن كونه في طلاب هي الفكرة كثير بتعصج عندهم، تمام؟ وعم تصلني أسئلة هلا، إما من طلاب عم تابع الكورس قديم عم تدرس لحالها فواجهت مشكلة عند هي الفقرة، وهذا شيء طبيعي جدا لأنه هي الفقرة فعلا هي فقرة صعبة. حتى أنا عن نفسي كثير بحثت لحتى قدرت أوصل لتفسير منطقي للشيء اللي عم يصير بكتابك، تمام؟ حتى أنا السنة الماضية بالكورس القديم ما كنت موضح الفكرة بشكل كامل، كانت هيك واصلة لنص الفكرة لسه الفكرة ما أنا واضحة بشكل كامل، فهلا وضحت معي بشكل كامل، فقلت لازم أنا أوصل هي الفكرة لكل الطلاب لحتى يستفادوا منها، خوفا ما أنه يجي سؤال قوي من هالفقرة يكون فهمي أو يكون فيه لعبة. فأنت إذا طالع عم درس لحالك عم درس مع مصدر ما أنا موضح لك الفكرة فممكن تروح عليك على السؤال، فركز معي منيح حنشوف هي الفكرة. هي الفكرة تبعية تشكل الخيال، الخيالي بشكل السطح الأول وخيالي بشكل السطح الثاني. في عندنا مشكلة بتحديد بي واحد وبي اثنين وكيو واحد وكيو اثنين، مين خيال السطح الأول مين خيال السطح الثاني، شو عم يصير؟ ما حدا فهم هالشيء. أولا خواص العدسات، من العدسة المقربة هي سميكة من الوسط، رقيقة الحواف، مبعدة، رقيقة منتصف وسميكة الحواف، شو بتشكل كل واحدة منهم؟ صفات الخيال الحقيقي والوهمي، هذا الشيء انت خالص منه. عامل لك فيديو كامل اسمه مقدمة لابد منها، فيها معلومات نوعا ما خارجية تجميعية موجودة فقرة خاصة بالنقطة، مقارنة بين الوهمي والحقيقي، مقارنة بين العدسة المقربة والمبعدة من كل النواحي، شغلات موجودة بكتابك وما موجودة بكتابك، خالصين منهم، هي لازم يكون عندها. هلا تعال نشوف خيال بشكل سطح اول، شوف خيال بشكل سطح ثاني، ونوضح الرسمه بي 1 وبي 2 وكيو 1 وكيو 2، ونوضح العلاقه تبعت خيال سطح اول تبعت خيال سطح ثاني. تعال ناخذ الحاله الاولى. اول شيء انا هي العدسه الامام هي مقربه وهي سميكه، ليك في الى ثخانه، هي الثخانه هي تي مثل ما سميناها، عدسه سميكه، سطح اول سطح ثاني، في عندي نصف قطر انحناء سطح اول ونصف قطر لانحناء سطح ثاني، هي عباره عن كاسرين كرويين ملزقين ببعضهم. هي عدسه مقربه، العدسه المقربه هذا الشيء انت خالصه موجود عندك بالفقره بالنقطه، ممكن تشكل خيال حقيقي ممكن وهمي. طيب متى تشكل خيال حقيقي ومتى تشكل خيال وهمي؟ هي فكره خارجيه وجاي بحدا الدوره، ما فلي كتابك تفلاقي ما بتلاقي. فكمان انا قلت لك اياها، قلت لك انا عندي بؤره لك العدسه، كيف بحدد البؤره؟ من خلال انا اوضع جسم باللانهايه، فالخيال اين سوف يتشكل؟ في البؤره، جسم بالبؤره، خيال باللانهايه، خيال باللانهايه، جسم بالبؤره، جسم باللانهايه، خيال بالبؤره، وهكذا. اذا جسم بالبؤره معناته خيال باللانهايه، تمام؟ واذا خيال بالبؤره معناته جسم باللانهايه، واحد باللانهايه واحد بالبؤره. فلما احط جسم باللانهايه فرح يتوضع خيال عند البؤره، اذا هو نقطه تلاقي الاشعه المنكسره هي اسمها بؤره، وهذا هو البعد البؤري، فحددت البعد البؤري للعدسه، حددت بؤره العدسه. فلما تكون جسم هذا بالاحمر بين العدسه وبين البؤره فالخيال رح يكون وهمي. لما يكون جسم بالبؤره او بعد البؤره فالخيال رح يكون حقيقي. هي فقره، هي فكره جاي بالدورات وما انا موجوده ولا مكان بالكتاب، فلذلك انا عم اشرح لك هي الفقره، لانه ممكن هي السنه كمان صار له 8 سنين محطوط في الكتاب، فممكن هي السنه بقى يجي عباله يلعب من هي الفقره ويشوف، خصوصي انه يشوف الطلاب عم يتخبص فيها وما انا فهمان شيء، فيجيب سؤال قوي لحتى يشوف الطالب اذا فهمان ولا مو فهمان. بعتبر هي الشغلات انت لازم تكون فهمانها لحالك، فركز معي. هلا هذا خيال السطح الاول، قلنا نحن اذا بتلاحظ الخيال هذا اللي لونه ازرق وهمي ولا حقيقي؟ ليك وهمي، لانه بنفس جهه الجسم ولانه صحيح وليس مقلوب. جسم بين الخيال بين البؤره والعدسه معناته الخيال وهمي. شو بيصير؟ اجينا عند السطح الاول كسرت الاشعه، اذا بتلاحظ الاشعه هي اللي انكسرت مستحيل تلتقي، تمام؟ بعد عن بعضها، فقد ما وين انا بدي استقبلها؟ بقدر استقبلها، تمام؟ ما رح تعطيني خيال حقيقي، اذا بيجي انا هون بحط حائل، بحط ورقه، بحط حاجز، بحط فيلم، ما بقدر استقبلها، فما رح يشكل لي خيال حقيقي. في طلاب مفكره انه هون رح يشكل خيال حقيقي وهذا الخيال الحقيقي رح يشكل لي خيال وهمي هون، هذا حكي خاطئ. طالما الجسم بين البؤره والعدسه فالخيال قطعا هو وهمي، وهو سؤال دوره اساسا، تمام؟ فانتبه للفكره، اذا هون ما في خيال حقيقي، الاشعه المنكسره ما رح تلتقي، ليك كيف من بعدها ما رح تلتقي. فباخذ انا امتداد الاشعه المنكسره اللي هي نفس الاشعه المنعكسه وبرسم خيال وهمي. شو قصده بالخيال الوهمي او امتداد الاشعه المنكسره؟ يعني انا كشخص انا واقف هيك بهذا الاتجاه عند السطح الثاني، طلعت هيك، تمام؟ شفت انه في ضوء جاي لعندي من جسم، وهذا مو منبع بضيء، جسم مضيء، فشفت في اشعه جاي من عنده، فانا هيك الاشعه جايتني، فانا كيف رح اتوهم انه هي الاشعه جايتني من مكان بعيد، هو هون توهمت انه في هون جسم اعطيني هي الاشعه، بس هو ما في جسم، ما في شيء هون، فلذلك سميناها وهمي. انا رح اتوهم انه هي الاشعه المنكسره جايتني من هون من جسم موقع هون، بس هو ما في جسم موقع هون، فلذلك اسمه الجسم او اسمه خيال وهمي، لانه انا اذا وقفت هون رح اتوهم انه في اشعه جايتني من هون، بس هو ما في اشعه جايتني من هون. فاذا خيال الوهمي يتشكل من جسم الجسم من الاشعه المنعكسه او امتداد الاشعه المنكسره. تعال نحدد بي 1 وكيو 1 والقصص كلياتها. هذا الجسم بالنسبه للسطح الاول، اذا بي للجسم سطح اول واحد، هذا خيال وخيال السطح الاول، خيال يعني كيو السطح الاول كيو واحد، يعطيك العافيه. طيب جسم السطح الاول هو عباره عن خيال للسطح الثاني، جسم بي سطح اول واحد هو خيال كيو للسطح الثاني اثنين، وضحت؟ وضحت.
خيال كيو السطح الاول هو عباره عن جسم بي للسطح الثاني. اذا وضحنا بي 2 وضحنا بي 1 وضحنا كيو 1 وضحنا كيو 2، هي ملاحظه ذهبيه جدا. اي ما تضيع اي ما تخربط انت بكتابك، تذكر الملاحظه الذهبيه. جسم السطح الاول خيال السطح الثاني، خيال السطح الاول هو جسم للسطح الثاني. تمام لهون الرائع. طيب حسب معادلة اللي استنتجناها نحن بالكاسر الكروي، فهون N1 بكون عندي اياها هي شو؟ هي الهواء راح على العدسة وانعكس. فN1 هي الهواء واحد على P، تمام؟ خلينا نكتب بالأزرق. واحد على P قلنا زائد N2 هي العدسة بغض النظر من شو مكونة، زجاج أو غير زجاج، على Q تساوي طرحهم واحد ناقص N على R. كونه خيال السطح الأول فمعناته واحد، واحد، واحد. وضحيت؟ في شيء صعب؟ أنا في شيء صعب. الوسط الأول هو الهواء، تمام؟ إجينا عند العدسة وانعكسنا، فالوسط الثاني هو العدسة إن، تمام؟ طرحهم من بعضهم وبالمقام رش واحدات كونه خيال السطح الأول، هون خيال السطح الأول. بدك تحدد بي 2، بدك تحدد كيو 2، ذكر هو خيال السطح الأول، جسم للسطح الأول، تمام؟ شكل لي خيال، هذا خيال هو نفسه انعكاس من السطح الأول، السطح الثاني ما تدخل، جسم السطح الأول هو خيال السطح الثاني، خيال السطح الأول هو جسم السطح الثاني. في طلاب مفكر إنه ما في بي 2، خلاص ما في بي 2 على الرسمة، معناتها بي 2 وشي هيك من الخيال وشي ما موجود، لا حدده. انا حتى بالكورس الجديد قلت لك على الرسمه، اذا حابب تحدده حدده انت من عندك، مسك ورق مسك قلم وحدده انت لحتى ما تنسى الفكره. طيب تعال نشوف خيال السطح الثاني، نفس العدسه المقربه بعدناها على البؤره، فالخيال حيكون حقيقي. اذا مو معقول العدسه المقربه تشكل لي خيال حقيقي وهمي، مو ظابطه يعني تخبيص، هي يا وهمي يا حقيقي، بشكل يا وهمي يا حقيقي. لما تكون بين البؤره والعدسه وهمي، لما تكون عند البؤره او بعد البؤره حقيقي. وضحيت؟ تمام؟ اه تمام. رح تجي الاشعه تنكسر على السطح الاول، تمام، وتنقلب تعطيني خيال حقيقي بالجهه المقابله مقلوب يمكن استقباله على حائل. جيب حائل، جيب فيلم حطه هون، فرح تقدر تستقبله ورح تشوف هذا الحكي انت بكره بالعمله. تمام الرائع. طيب هذا الخيال اللي انت شايفه هو خيال السطح الاول، نعم. لك بالفقره كاتب لي انه هون خيال سطح 2، رح ندرس خيال سطح 2 هون، رح ندرس خيال سطح الاول. اي بس هذا اللي انت شايفه هو ناتج خيال السطح الاول، اجت اشعه على السطح الاول انكسرت، اجت اشعه على السطح الاول انكسرت، تمام، بس تشكل خلف السطح الثاني اكيد لانه الاشعه بدها تنكسر وتكمل على السطح الثاني، تمام. اي قلت لك انت وين خيال السطح 2؟ انا مو عم ادرس خيال سطح 2 امبلا، وين خيال سطح 2؟ اه هذا هو عباره عن جسم للسطح الاول بي واحد، جسم بي سطح اول واحد، وهذا عباره عن خيال سطح اول كيو، خيال سطح اول واحد، تمام. قال تمام. جسم السطح الاول هو عباره عن خيال للسطح الثاني، الملاحظه الذهبيه خيال كيو للسطح الثاني. اثنين، خيال السطح الاول كيو واحد وعباره عن جسم، وين رحت؟ لا السطح، خيال السطح الاول هو جسم للسطح الثاني، هذا السطح 2 وهذا السطح 1، خيال السطح الاول كيو 1 عباره عن جسم بي للسطح 2. فاذا هذا الخيال انا استقبلته على حائل، فانا اعتبر انا نوار عباره عن سطح 2، واقف هيك طلعت في قدامي خيال حقيقي مستقبل على حائل، فشو رح اشوفه هذا الخيال؟ رح اشوفه عباره عن جسم، رح تطلع منه اشعه يعني مثل ما بيقولوا وراء در، رح اخذ الاتجاه المعاكس، فرح ترجع تتجمع بمكان هو نفسه جسم السطح الاول اللي هو نفسه خيال السطح الثاني. فاذا هذا الخيال قام بدور جسم بالنسبه للسطح الثاني، فرح يشكل لي خيال هو خيال السطح الثاني اللي هو نفسه جسم، سبحان الله. تمام؟ خيال السطح الثاني نفس العلاقه اللي كنا اخذينها، بس هون انا عندي عدسه بعدين هواء، فالعدسه ان واحد تساوي ان على بي زائد ان 2 هو الهواء، تمام، اجينا عند الهواء، صرنا احنا عند الهواء، فهو واحد هواء على كيو تساوي طرحهم ان ناقص واحد على او، خيال السطح الثاني معناته رش اثنينات، تمام. كل ما تضيع بين كيو 1 وكيو 2 وبي 1 وبي 2، تذكر الملاحظه الذهبيه، جسم السطح الاول بي 1 هو خيال كيو للسطح الثاني. طيب اذا هذا الخيال السطح الثاني اللي انا عم اكشفه اللي هو اجت اشعه من الخيال السطح الاول انكسرت وشكلت لي خيال اللي هو نفسه جسم السطح الاول، تمام. اذا انا بس لحقت الاشعه، لا تضيع حالك، تمام. انا هون جسم السطح الاول خيال السطح الثاني، خيال السطح الاول جسم للسطح الثاني، خيال كيو السطح الاول تشكل خيال حقيقي هو جسم بي للسطح الثاني 2، فهذا قام بدور جسم الحال الاشعه تبعيته، فبتلاقي رح تشكل عندك خيال رح يكون مطابق تماما للجسم، هو نفسه الجسم متوضع عند الجسم، فهذا الخيال اللي انا عم ادرسه، تمام.
في طلاب فكر انه ما في شيء اسمه كيو 2، في طلاب فكر ما في شيء اسمه بي 2، بالرسمه مو موجوده معناتها خلاص هذا يعني انه خلاص مو موجود معناتها ما بدي انا، تمام؟ معناتها هون لازم احذف، في طلاب فكر انه هون لازم احذف مثلا كيو 2 تمام، احط بدل كيو 1 او احذف بي 2 احط بدل بي 1، لا كله صحيح. خيار السطح الثاني بترش اثنينات، خيار السطح الاول بترش واحدات. ليش؟ طيب وين هون بي 2 وين هون كيو 2؟ الجسم السطح الاول خيال للسطح الثاني، خيال السطح الاول هو عباره عن جسم للسطح الثاني بي 2. وضحت الفكرة؟ وضحت. إذن هذا هو تشكل الأخيرة، إيمت حقيقي إيمت وهمي بالعدسة المقربة. شو معادلة تشكل خيال حقيقي الخيال السطح الأول؟ شو معادلة تشكل خيال السطح الثاني؟ إذن هذا اللي بدي إياه بالكتاب، وضيف أنت من عندك المسميات اللي ما أنا موجودة على الرسمة حتى توضح عندك الفكرة وما عاد تنساها. ممكن بالامتحان الدكاتره بيعرفوا انه هي مشكله، هي الفقره تعمل مشكله للطلاب، فممكن يجيب سؤال يشوف مين الطالب اللي يقدر يحل هالمشكله ويفهمها بشكل صحيح. فاتمنى اني انا هلا حسنت وضح لك هي الصوره وحلل لك هالمغالطه اللي بذهنك كانت شغل. هي شغله من الفقرات الصعبه، حتى انا كنت طالب هذه ما كنت فهمها هي الفقره، خلاص كنت اقراها مثل ما انت هلا بتقراها، خلاص بحفظ هالعلاقه وبمشي لقدام، ما في داعي لفهم لو ما بدي اضيع وقت عليها. ولكن هلا اتمنى اني انا كنت اللي انا ساعدتك وفهمتك اياها بشكل صحيح. موفقين جميعا.